نقول لي شحال هتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم تحلية سهلة وتتوجد في وقت قصير وأسهل. خذت تقريبا سطر ديال الحليب، غنزيد معاه الفلون ديال البنان والسكر وميزينا ونخلط العناصر مزيان وانتم معايا إن شاء الله. درنا الفلون، دابا ندير واحد معلقة كبيرة ديال الميزينا ديال الذرة، ندير معلقة كبيرة ديال المايزينا والسكر على حسب الذوق، اللي يجي حلو اللي بغا يحلو يدير حلو على حسب الذوق، ونخلطو مزيان ونخليوها فوق ونديرها فوق البوطة ونخلطو مزيان ميبقاش لينا أي حاجة مكتبة، ونسجل الحليب مع الفلو والمايزينا. دابا نديروها فوق البوطة ونخليوها حتى يعقد باش نكبوه في الكيسان. هما تتشوفو غنبقاو نحركوه، منوقفوش التحراك حتى تعقد لينا. نزيدو واحد طرف ديال الشكلاط البيض، نزيدوها معاه ان شاء الله باش تعطينا المذاق ديال الشكلاط وديال البنان، تيتواتاو تيجيو زوينين. ما نوقفوش التحرك حتى نشوفو الخليط ديالنا تقال. دابا قريب يوجد لينا، غنزيدو طرف ديال الشكلاط ابيض وندوبوه مع الخليط. الشكلاط شنو ما كان عندكم، الشكلاط البيض اي نوعيه ديروها. حنا خوينا في الكيسان درنا تقريبا 4 كاس ديال عمر ليا 5 الكيسان ديال الفلون. دابا ندخلو الثلاجه حتى يبرد يتماسك باش نزيدو الطبق الثاني والثالث ان شاء الله. ندوزو المرحله الثانيه ديال الفريز. غسلنا الفريز وطحناه ونطحنوه مزيان ونصفيه باش نديرو الفلون ديال الفريز ان شاء الله. حنا طحناه وصفينا الخليط ديالنا ديال الفريز، بعد ما صفيناه نزيدو عليه كاس ديال الحليب ونزيدو عليه بكية ديال الفلون ديال الفريز، ونزيدو عليه تقريبا جوج معالق ديال المايزينا والسكر على حسب الذوق. هيا كترنا الفلون ومايزينا، دابا نخلطو الخليط حتى ينسجم ونديرو نوضعو في النار حتى يتقهر ان شاء الله. نخلطو مزيان، نحسو بالكل الخليط تخلط مزيان ونديرو في النار ان شاء الله. نفس الطريقة ديال الاول ديال الفلون الاول ديال البنان غنديروه ديال الفريز بدون توقف.
الحراك بدون توقف باش ما تحرق لكمش من تحت ويجيكم الفلو في البنة ديال الحراك. غنبقاو على الطريقة تنحسو بالخليط تقال. هو الفلو ديال الفريز درته في الكيسان، غنخليوه حتى يبرد باش نزيدو الطبقات فوق منه ان شاء الله. عمر ليا خمسة الكيسان، صرت تقريبا واحد كمية ديال العصير، ونزيد عليها المايزينا النشا واحد تقريبا واحد جوج معالق حتى ثلاثة، والسكر على حسب الذوق، ونخلطهم حتى يعقد باش نزيدو. خلطت الفواكه اللي عندي في الدار اللي موجودة عندكم في الدار، درت الفريز، الليمون، البنان، الكيوي، شوية ديال التمر، الزبيب، شنو ما عندكم خلطوه باش ديروه ان شاء الله. درت العناصر، درت مايزينا تقريبا واحد جوج معالق كبار، والسكر، وكان عندي واحد الفلو ديال الكراميل تا هو زدتو معاه، اول مره نجرب كراميل ونشوف كيجي معاه. بغيتو ما ديروش كراميل خليو غير الليمون ومايزينا حتى يعقد، بغيتو تزيدو كراميل زيدوه. انا درت واحد البكيه ديال الكراميل ونخلط. رائحة الكراميل مع الليمون رائعة، ريحته غزالة. نخلطو ونضعو في الماء، ومن تجمد العصير درنا الفواكه من الفوق، ودابا نزيدو عليهم الفلون ديال الليمون ونخليوه حتى يبرد تماما. هالفلو ديالنا وجد، هما تشوفوا الفلو ديالنا ان شاء الله ندخلو الثلاجة يبرد وبالصحة والعافية. هذا كمل، هذا كمل، باقي لنا دابا نكملو ديال الشوكولاتة ان شاء الله. هذا ديال الفواكه ان شاء الله، ونزينوا داك الشعر اللي بغينا من الفوق ان شاء الله، من بغينا ناكلو حتى تيجمد تماما. عندنا تقريبا نترو لاروب ديال الحليب، وساشيه ديال الفلو ديال الشوكولا، وجوج معالق كبار ديال المايزينا. نخلطوا الكل ونديروا في النار حتى يختار، ونزيدوا عليه الشوكولات باش نكملوا الفلو ديال البانيه ان شاء الله. ونخلطوا الخليط كامل، نخلطوا الخليط ديالنا حتى ينسجم مزيان. نديرو فوق البوطة تكون مهيلة، وبقاو نتحركو مع التحريك حتى يختار لنا الخليط. نديرو واحد طرف ديال الشكلاط كحل، نزيدوه من القلب بدات القربة تختار، نحركوها ونخليوها تدوب فيها. جبنا الفلو اللي درناه ديال البنان ومع الشوكولاط الابيض،
ها هو قصح. دابا نزيدو قطعنا على المكسرات. شنو ما عندكم في المكسرات؟ انا درت هنا اللوز، البيستاج، القرقع، شنو ما كان عندكم ديروه. ديروا واحد الطبق ديال المكسرات. حتى البسطه الا كان ديروها حتى هي تجي زوينه. نقاد الوجه مزيان. راح بس بتصور الفيديو بعد 15 دقيقة. دابا ها هو الشكلاط، نخبوه على الفوقاني. وندخلو للثلاجة ونخليوه حتى يبرد وتشوفوا ان شاء الله كيف جا معانا. ان شاء الله سول نقول لي شحال هتبقى.